السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشأة الرياضية، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم أمس السباق التاسع عشر لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس اسطبلات الجسم وكأس اسطبل الراشدية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، حيث قام السيد نادر الجسمي بتتويج الفائزين بكؤوس الجسم، وقدم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز أسامة هاشم، وكأسي الشوطين الثالث والسادس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفه وكأسي الشوط الرابع الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفه وكأسي الشوط الخامس الى الفارس الفائز تراستين نورماندا بالاضافه لكأسي الشوط السابع الى المضمر الفائز فوزي ناسا كما قدم الجسم كأس الرشدية الى المضمر الفائز جعفر مرزوك استعد فريق المنامة حامل لقب بطولة الدوري توازنه في المربع الذهبي لدوري زين البحرين لكرة السلة متمكنا من تحقيق انتصار كبير على حساب الحالة بمائة ونقطة بمائة ونقطة مقابل وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة اتحاد كرة السلة في أم الحصن. يذكر بأن المنامة كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام فريق المحرم.